صباح الخير اب هاكي هاول الله هنا وجديد يا الشيك الشيك؟ اش هادشي عاوتاني؟ هذولي فاكتور ديال الشهر المصروف لا عادي هذا كله ضو هذا ضو عادي وهذا شنو؟ هادو المصاريف هادو اللي التقضيه ديال الشهر السوبر مارشي هذا السانديك زادو فيه السانديك ما زاد والو السانديك اش غيزيدو راه داكشي اللي كاين هو اللي كاين او هادي كلها تقضية واش حنايا دارات تقضية ديال اوطيل هادي ماشي ديال دار لا بزاف بزاف سعيد بزاف اي 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 اش واقع شتك هاد السيمانه ماشي تي يدتي واش ما عمرك تحاسبتي معايا على لي فاكتور ما عمرك بقيتي كتدخلي في المصاريف قولي لي اش واقع انا ما عاجباني شي وشتك وليتي جالسه في الدار بزاف شنو المشكل في الحقيقه سعيد انا راه كنمر بواحد الازمه ماديه اه هي بقى ناوية ما تخلصينيش هاد الشهر بحال علمك الله كيفاش والله الا بحال علمك الله وعلاش شنو واقع درت واحد المشروع مع الدوله وما صدقش انت حمق بقى شي واحد دابا كيدير شي مشروع مع الدوله بقى شي واحد يخدم مع الدوله ما كتسمعش بان الدوله في ازمه كلشي كيتشكى هل الوزير هذا كيتشكى وزير هذا كيتشكى هذا كيقول لك عندنا الكريدي هذا كيقول لك البيجي ما قادنيش ما تدخليش معاهم لا لا خدمي مع البريفي دابا المشكله ماشي في الدوله الدوله غتخلصك هي كتعطل غتعطل الدوله في البلاصه ولكن غتخلصك تخلصك المشكله في الشروط اللي حطيت مع 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 الشركه شروط تعجيزيه وحملوني المسؤوليه جراو علي شنو؟ جراو عليك خرجت من الخدمة دي سيمانة سيمانة؟ وما قلتي والو سيمانة وتمشوا مرة وأنا كنقول مالها جالسة في الدار سيمانة هي دابا الباترون اللي مخدمني أنا تشومر هذا هو المستقبل ديال البلاد ملي كيولي الباترون مشومر أش غادي نخدم هذا الباترون إي ولكن نسي هذا الموضوع دابا أنت تبارك الله عليك تمشي تعاود راسها هذه الشركة تقدر ما بشركة أخرى خابين هذا وين مشكلة سعيد دابا حنا لي كادر سوبيريور صعيب باش نلقاو خدمة مازال نتايا من غدا تصبح خدام شكون اللي من غدا نصبح خدام فين ما خدموش المعلمين الكبار بحالك غير خدموا لي طوكار بحالي أنا بوي وما لقيتهاش الله يهديك المهم دابا أنا راه فكرت مزيان باش نغطي المصاريف ديال الدراري وديال ماما وداك الشيء راه غادي نبيع الدار يا دابا حنا غنتشردوا تشردوا نوليو نطلبوا في الزناق تلقينا انا انت في الفريج درك نقول عاودوا درك تخدم بويا وما كاين ولا لا 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 قياس الخير ويلي دليله هذه قلت لك غادي نبيع الدار وغادي تجيب لي واحد المبلغ محترم بي غادي بيد ما لقيت خدمه وانا وانت راك دغيا غتلقى خدمه سعيد وما نبقى شادك حدايا وانا ما قدرش نخلصك خدمه نخرج دابا انا وعنديش دريات وفين غنخدم فين فين انا هي دابا كاع انت كاع تحسكتي ما بقى عندك والو والو انتي 100 درهم هي الاخرى عرفتيني انايا النهار بنهار والو ما جامعه حتى حاجه ما جامعه شو شو بركه متقربقه دليله انت عارفه بان احنا عائله واحده وخيرك سابق وانت عزيزه عندي وربي العالم فبيمكنش امبوسيبل انني نسمح فيك انا ما باغي لا نتخلص لا والو انا غادي نبقى معاك خدام معاك فابور وغادي نعاونك في هذه الازمه انا راه جمع شويه ديال قبل ما نقول لك قول لي بعدا شحال ديال الوقت كاع ما تبقاي مشومره وتلقاي خدمه كاع شحال هي كاع الا تعطلت من 5 شهور 6 شهور ما كاينش مشكل ما كاينش الحل كاين انا جامع واحد البركه بالخير ديالك اللي داودك شي ضربتي المهم جاب صافي انا جامع شويه غادي نعيشوا به فهذا غادي نزيروا الصمطه مزيان ديال من الصمطه ديالي ديالك ديال المهدي خرجي شويه الله عطيتي فين عايشه انتي فين الصمطه ماشي الصمطه ديال السروال انا كنهضر لك على الصمطه يعني غادي نزيروا الصمطه هذه هذيك الطريقه كتقال في الهضره اننا غادي نتقشفوا شويه نقصوا من المصاري غادي نتقردوا انا دابا حيت عايش فيت عايش في التقراد عارفه شنو هو المقرد كيفاش عايش غنعيشوا بحال المقردين يعني كاع الحوايج اللي زايده ما عندنا ما نديروها ايوا ماما السبا ديالها والمانيكور وبيديكور عرفتي شحال كتنزل عليا في الشهر ما كاين لا سبا لا والو غاتولي تمشي الحمام بلدي وعندها مره في الشهر دير تيا الغسول وتمشي مع العيالات وتحك الراسه ما تاخذ لك السال لا والو وثانيا وداك الشيء ديال المانيكور بيديكور ما كاينش مقص ديال الضفران وهي المهنيه حيد عليا هادشي كله وكاع الحاجه اللي زايده ما عندنا ما نديرو بها غادي نزيرو السبطه غادي نديرو واحد البرنامج ديال التقشف وانا غادي نتكلف به وغادي نمشيو بشويه حتى ان شاء الله نكملوا هاد 6 شهور ومن 6 شهور غادي ربي يسهل وتخدمي انت ونرجعوا كما كنا واخا شكرا وشنو انت غتبقاو الدراري فاش غادي يبقاو ما غنقدرش نخلص لهم البيسات لا شي ما تخميش دابا خليني انا غادي نقاد داك الشيء ما تخميش اي كاع انت دابا كاع تعطلتي كاع تعطلتي كاع تعطلتي نفرض كاع زدتي واحد شحال كاع تقدري تعطلي كاع شحال لا ماشي بزاف ماشي بزاف انا يا راه انا لقيتيني دابا كنقلب على الخدمه وداك الشيء كاع الا تعطلت 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 كاع
عام عامين ثلاث سنين كاع 10 سنين تقدر ما لقاهاش عام عامين سعيد فين غادي قلتي نزيرو الصمطه لا 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 واش عامين راه خاصها الصمطه هذه خاصها لاكي خاصها البروتين هذه بزاف لا عامين أو. سعيد شحال جامع سعيد قلتي لي انا جامع بعدي والو بقيت جامع والو يا قلتي جامع سعيد